هكذا تحدث المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة 25 من يناير وسط تحركاته الدائمة داخل القفص، مما يؤكد أن هذا الشخص غير متزن. خبراء الطب النفسي يؤكدون أن حالة محمد مرسي تدل على عدم اعترافه بالواقع، مشيرين إلى أن تصرفه نوع من أنواع المقاومة للحظة الحالية وكل ما يحدث فيها. ويفسر آخرون أن حركته في المحاكمة كانت زائدة، وهي تدل على توتره الداخلي وترقب لما يحدث وأن هناك شيء مختلف داخله. وعلى نفس النهج يؤكد البعض أن ما فعله المعزول خلال محاكمته يعد غباء ومراهقة سياسية، مؤكدين أن تصرفاته أظهرت أنه يشعر بضعف حسي شديد وعصبية مفرطة وإنكار للواقع وفاقد للقدرة على السيطرة على انفعالاته. ثورة مرسي داخل القفص بحسب البعض لم تتفق مع الموقف والمحاكمة، موضحين أن حركته في القفص تدل على حالة من الهياج الحركي، كما أن طريقة حديثه مع القاضي تدل على أنه يعيش في وهم بأنه لا يزال رئيس الدولة. وأشار خبراء علم النفس إلى أن وضع مرسي يمكن أن يتحول مع التواصل المحاكمة إلى اكتئاب شديد، كما أن عدم الاستقرار الحركي تعكس التوتر الشديد وإحساسه أنه وقع في مصيدة لم يفلت منها. غضب مرسي جاء بنتيجة عكسية، حيث تأكد لكل المتابعين أن ذلك الغضب يخفي هشاشة وخوفا من المصير الذي ينتظره. وراح في هذا الفقرة بضيفي في الاستوديو دكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه القاهره. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. محاكمات الرؤساء يمكن دايما بتجذب انتباه الشعب المصري، يعني بدءا بمحاكمه الرئيس حسني مبارك الاسبق ومرورا بالمحاكمات المختلفه للقيادات اللي كانت موجوده في النظام السابق وايضا في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. يعني تعليقك على المحاكمه الاخيره وتعامل الشعب المصري معه. أولا هذه المحاكمة يعني من الأشياء التي يعني أنا لفتت نظري فيها بشكل واضح جدا إعلان المحاكمة وإعلان تفاصيل هذه المؤامرة. يعني أنا واحد من الناس كنت بسمع عن هذه القصة كثيرا ولكني لم أكن أتصور أبدا أنها بهذا الحجم. يعني لما يبقى في أكثر من 100 واحد من جنسيات أخرى ومن تقصد القضية اللي تهم فيها في الجلسة السابقة ومن الذين ينتمون إلى إلى, إلى 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 تنظيمات إرهابية يدخلوا مصر والحدود تفتح لهم بهذا الشكل ويستخدموا معدات يعني ثقيلة ويجدون مساعدة من الداخل، ليست مساعدة لوجستية فقط وإنما أيضا مساعدة بالعلل يعني بالمساعدة الحقيقية. وهو ده اللي يخلينا إحنا يعني شوف سلوك الناس اللي هم كانوا بيتحاكموا في ضوء هذه المقدمه، ان انا هنا بصدد امر جلل، بصدد امر كبير. يعني لما يكون واحد زي الرئيس المعزول مرسي كان منخرطا في مثل هذا العمل او كان جزءا من هذه المؤامره فنتوقع منهم هذا القلق، لان هو بيعرف حجم الجريمه التي ارتكبت في حق مصر، ده وهي جريمه يعني في حق الوطن كله، لانه هذه الجريمه تقريبا لم يكن معنى الوطن موجود فيها، احنا هنا يعني ما نجد الوطن، الوطن بيمحى، الوطن حدوده بتمحى، ارضه بتمحى، ناسه بيمحى، اي حد بيلاقوه قدامهم بيموتوه، بيدخلوا على السجون يموتوا الضباط. فهو يعني كل ما هو يسلك بهذا الشكل اللي احنا سمعناه في التقرير وهذا الحجم من القلق، انا شايف ان هو بيعكس برضه خوف داخلي وهشاشه داخليه هو خوف اكتر منه انعزال عن الواقع، لان مختلف التفسيرات بتقول حاله من التوتر وانقضام عن الواقع. هو الواحد لما بيتحرك كتير كده يعني بيبقى بيعكس ان في توتر داخله. النقطه اللي انا عايز احطها من الناحيه السياسيه الاجتماعيه انه انا لما اكون عارف حجم الخطر، لان هذه المحاكمة بدأت من قبل من أيام ما كان هو في الحكم وكان دايما بيعطلوها ودايما بيحطوا أمامها عقبات مش عايزين يكشفوا حجم الجريمة التي حصل، ويبقى الجريمة بهذا الحجم اللي هي قد تصل في من وجهة نظري إلى حجم إلى درجة الخيانة العظمى. يعني في هذه الحالة متوقع جدا منه إن هو يبقى متوتر، متوقع جدا إن هو يبقى حاسس إنه يعني ايه ارتكب جردا كبيرا،
وفي نفس الوقت هو مش مصدق، يعني كما لو كان التاريخ وقف، يعني التاريخ كما لو كان توقف، هو اللي ما يزال بيفكر في نفسه على ان هو الرئيس السابق، ما يزال بيفكر في الدستور القديم على انه هو الدستور السائد، بينظر الى المحكمه على انها غير، لا يعترف بالمحكمه ويسال القاضي من انت، يعني كل هذه تدل على يعني اشياء نفسية اجتماعية سياسية كلها مركبة بتظهر قدامنا هذه المشاهد التي رأيناها في المحاكمة. لكن خبراء الأمن قالوا أن ده أيضا كان محاولة لتعطيل المحاكمة بشكل عام، يعني هل تتفق مع ذلك ولا هو فعلا كان ناتج عن حالة التوتر؟ و لا، أنا شايف أن المحاكمة مشت لم تتعطل، يعني هي أخرت شوية في توقيتها، إنما هي مشت بشكل طبيعي جدا، وكان فيها مفيش فيها تعطيل كبير. وطبعا يعني الـ 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 بالتأكيد واحد مكانه مع الناس اللي هم متهمين معاه، يعني من يعني أساليبهم ان هم يمكن ان هم يعطلوا المحكمة، ممكن ان هم كانوا يتصوروا انه يعني بيسلكوا كما لو كانت المحكمة مش موجودة، يعني كما لو كانت القضاة دول والناس اللي قاعدة في المحكمة كما لو كانت مش موجودة. وبعدين في الآخر اكتشفوا ان هم ايضا بيتابعوا وعارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. فالقصة هنا محتاجة الى الطريقة حتى اللي بيشتغل بيها مثل هذه التنظيمات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية والتنظيم الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، انه دايما يبقى فيه نوع من الـ من من الـ عدم الـ 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 الصدق في الـ في الـ في الأداء السياسي، يعني ما يبقاش فيه صدق كامل. ممكن جدا احنا نتكلم في موضوع النهارده وممكن بكره نتكلم في موضوع غيره وننسى ان احنا كنا امبارح بنتكلم في نفس الموضوع. يعني فكره ان استخدام الاساليب عدم الصدق السياسي دي في تحقيق اهداف سياسيه كبيره، يعني فهم يعني القصه كلها اللي انا عايز الناس تبص فيها وتنظر اليها، وكل انسان مصري يلتفت اليها التفات كبير جدا، هو حجم هذه الجريمة. هذه جريمة ليست صغيرة، يعني لا يجب ان احنا، وحتى احنا لما نهتم بالتفاصيل الصغيرة كان نهتم بحركة جسده او كان نهتم بان هو قلق او كده او سلوكه، لا يجب ان يفقدنا النظر في القصة الكبرى. يعني احنا عندنا هنا قصة كبيرة، وذلك لن يؤثر على المحاكمة في النهاية بشكل من الاسباب. طبعا. طيب يعني حجم الوقائع وحجم الاتهامات من الكبر ومن البشاعة، بحيث انه الانسان يعني يتخض كده، ان هل مصر كانت مفتوحة فعلا يعني بهذا الشكل وبهذا يعني التخوف مازال موجود، حتى لان ايضا بان يعني كيف ترى ردود فعل المجتمع المصري او تأثير وصف جماعة الاخوان المسلمين بانها جماعة ارهابية على سلوك المواطنين وشعورهم تجاه هذه الجماعة؟ اولا وصف الجماعة بانها جماعة ارهابية لم يأتي من فراغ، يعني وهذا الوصف يعني ربما يعني يمكن يكون كان زمان بتوصف بانها جماعه محظوره. ثم الاخوان المسلمين كحركه المجتمع المصري دايما بيتفاعل معاهم وبيحتضنهم، وربما حتى لو كان التعامل معاهم في السابق انهم دائما مظلومين من قبل النظام، في حاله من التعاطف مع اعمالهم الخيريه. حتى لو وصفوا بانهم محظوره او غيرها من الاوصاف، فكان ايضا لهم وجود في المجتمع. ولكن سلوكهم فيما بعد عزل الرئيس مرسي كان فيه عدم قراءه حقيقيه للواقع وعدم تفاعل دينامي سياسي حقيقي مع الواقع. هم يعني بدأوا يكشفوا، وفي حاجتين حصلوا، انه ما فيش قراءة للواقع كويسة، يعني هم بتصوروا ان الواقع ما بتغيرش، الواقع عمال يتغير، في خريطة الطريق بتتعمل، وفي دستور جديد بيتعمل، وفي دستور جديد تم التصويت عليه، وفي رئاسة خلاص دخلين في انتخابات رئاسية، وهم واقفين عند الماضي كما يعني بتؤكد حتى الاطروحات الفكريه بتاعتهم، لانه دايما النظر للماضي واستعاده الماضي ده عندهم يعني حاجه اساسيه. الحاجه الثانيه ان هم كشفوا عن وجه للعنف كانوا دايما يغطوه، يعني هم كانوا دايما بيقولوا ان هم جماعه سلميه وان هم هيدخلوا في التنظيم السياسي للتحول الديمقراطي بتاسيس حزب
وانه احنا لا نؤمن بالعنف، انما كشفوا على انه العنف اللي هو موجود في الكتب بتاعتهم، يعني هو موجود في التراث الفكري عند حسن البنا وعند سيد. رغم ذلك هم دايما بيؤكدوا ان ما نعرف الشرع هنا هو رد فعل، ان هم اللي معتدى عليهم دائما وما يقومون، يعني كيف تطلب منا ان نكون سلميين رغم الاعتداءات علينا من قبل الشرع؟ لا لا، هم اللي بداوا، يعني احنا يعني لما بشوف عمليه فض رابعه على سبيل المثال، عمر البوليس ما بدا بالقتل، عمره ما بدا، هم اللي بداوا. شوفي عمليه الكرداسه، هم اللي بداوا بالقتل، وقتل كمان ايه، اولا قتل بدم بارد، وقتل بطريقه بشعه، وقتل من غير اي، يعني دخلوا في عداء مع المجتمع. هو ده اللي خلق، انا لما ادخل في عداء مع المجتمع انا هنا بنتقل من دائره العنف الى دائره الارهاب. ده حتى في التعريفات، تعريفات الارهاب لما بنيجي نعرف الارهاب بنعرفه كالتالي، بنقول ده سلوك عنيف بس بتتوفر فيه شروط ابعد شويه من من السلوك العنيف. في اولا توقيع الناس وتخويفهم، في نمره اتنين سلوك العنيف ربما يبقى رد فعل مباشر لحد اذاك بالفعل، لكن الارهاب يعني بيؤذي من يعني لا ذنب له في اي صحيح. شيء صحيح. الحاجه التاليه عدم الاعتراف بالقانون، مفيش حاجه اسمها قانون بيقتل الناس من غير اي احساس بان في قانون. عدم الاعتراف بالبشر انفسهم، يعني هو البشر اللي قدامه دول ما لهمش اي كيان ولا هم اي وضع، فالارهاب